She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something that feeds her. هلا أصدقائي، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير. فيديو اليوم حلقة جديدة من الرسم مع المتابعين. طبعا اللي ما يعرف هذه السلسلة، هي سلسلة أني أعلم بها رسمة محددة، بعدين المتابعين يطبقوها، بعدين أني أنشر تطبيقاتهم بفيديو على القناة. أوكي، رسمة اليوم راح تكون بسيطة مو كل شوية صعبة، اللي هي الفضاء، لأن الأغلب راد أنه أسوي رسمة الفضاء، فأني قلت أوكي راح يكون فيديو سلسلة جديد هو الفضاء. وقبل ما نبلش نرسم حابة أقولكم شغلة، اللي حاب يطبق الرسمة ورا ما نخلص، ورا ما تشوفون الفيديو، اللي حاب يطبق الرسمة ويريد أني أنشرها على القناة، اللي عليه يسوي هو متابعة حسابي على الإنستغرام، راح تشوفوه على الشاشة وجوا الرابط مالته تحت بصندوق الوصف. ثاني شيء هو نشر الرسمة على الإنستغرام. الشيء الوحيد اللي أقدر أشوف الرسمة عن طريقه هو الإنستغرام. تشاركون الرسمة مالتكم بصفحتكم بالإنستغرام وتسووا لي منشن أو تاك الحسابي اللي موجود على الشاشة. بهذه الطريقة أقدر أنشر رسمات، بس اللي دزوليها على الخاص ما رح أنشر اللي دزولي على الخاص، لأن أنا أخذ الصورة على شكل بوست من حسابكم، ما أقدر أخذها على شكل رسالة، فياريت تنشروها وتسووا لي منشن عليها. هذه الطريقة هي أفضل طريقة. أوكي، وبس خلونا نبلش رسم. أوكي، أول شي راح أقول لكم عليه هو الألوان. الألوان اللي راح أستخدمها أول وحدة هي غانساي تامبي، هذه ألوان يابانية استخدمها صار لمدة كلش طويلة، بيها ألوان كلش حلوة، ممكن استخدمها للجالكسي أو للفضاء، فراح استخدم هذه. خلوا عندكم شيشتين مي، شيشة ننظف بيها الفرشة، وشيشة همينة ننظف بيها مرة ثانية على مود نتأكد انه اللون الموجود قبل راح. راح استخدم هاي الفرش، فرشة هاي ناعمة من بيبيو، وعندي فرشة من فان ارت هيك شكلها همينة ناعمة. وللنجوم عندي هنا أنا لون اكريليك ابيض، راح استخدم للنجوم لان بالمائي ما تثبت النجمة يروح لونها باللون الأبيض المائي، فالأكريليك يكون أحسن، أو الإنك اللي لونه أبيض همينة ممكن يستخدم بدل لون الأكريليك الأبيض. أول شي راح أخذ واشي تيب وحدد الفريم من الرسم، وراح أشوفكم شكلين الرسم الجالكسي حتى كل واحد يرسم اللي يعجبه. نسيت اقول لكم على الورق، ورق الوان مائيه، ماركته مالته فان جوخ، والوزن مالته 300، مخصص للالوان المائيه، يتحمل مي بكميه كبيره لان وزنه فوق ال 300، يعني وزنه 300 وحجمه A4. راح اخذ من الوان غانساي تامبي لون نيلي، لون هنا من ازرق ثاني، لون ازرق، راح اخذ اللون التركواز، وهذا راح اخذ لون بنفسجي، راح اخذ لون الاسود، ما ادري ما متاكدين اذا هذا اسود او لا، يعني اشكالهم كلش غامقه فما تبين، اخذهم اثنينهم واشوف ياهو الاسود منهم. اخذ لون هذا الوردي اللي هنا اللي على احمر هيك شيء، اخذ هذا اللون همينه، وعندي لون منهم يشبه اللون الوردي اعتقد هذا، وعندي لونهم من اعتقد لون ازرق، هذا بني. اوكي، هذولي الباقيات ما نستخدمهم بالجالكسي واي، بس راح اخذ اللون الابيض. اول شي لازم نسويه هو نرطب السطح، راح ارطبه بفرشة كبيرة حتى لا تنشف عندي جهة وتبقى جهة عندي رطبة، فهذا احسن. اي صار كلهم بنفسجي، بس يلا مو مشكلة. اوكي، رطبت الورق، راح اخذ لون الوردي اللي هذا اعتقد هو اللون الوردي، خلينا نجرب. اي هذا وردي، عندي هنا همينة على وردي اعتقد،
اي هذا همي نمرتي. شو كل شيء شاومن رح استخدم لون بنفسجي اللي همي نمت اكديه هو البنفسجي لان الوانهم كلش غامقة. هذا هو البنفسجي اخذ لون فيروزي هو هذا. لا هذا كل نيلي مو فيروزي. موزع الالوان هيك بعشوائيه لحد ما نقتنع احنا بالشكل اللي حبيناه. هذا فيروزي وتشوفون كلش لون حلو. اكثر لون احبه بهاي المجموعه هو هذا اللون. تشوفون هذا اللون الزايد هنا بس انشف الفرشه دا استخدمها واشيله هيك. ما راح يخرب الرسمه لان حنظل نضيف الوان لحد ما نشوف احنا الشكل اللي يعجبنا فما تفرق. اوكي وهم إن يطلع عندنا زايد هذا مو مشكلة. دائما يشيلوه لين يخرب شكل الشكل دائما يخربه. ظلوا ضيفوا بالألوان لحد ما تقتنعون أنتوا بالشكل اللي طلع وياكم. راح انتظره ينشف نشوف شكله بعدين ابدي اضيف الوان اذا اردت اغمق من شكله اكثر. راح ابدي احط طبقة ثانية فوق الالوان. اوكي راح اتركها تنشف مرة ثانية وارجع احط لها النجوم. راح اسوي الجزء الثاني بما ينشف هذا لان عندي هذا الجزء بعد ما ناشف. راح استخدم اسود وهذا اللون تركواز وهذا اللون فيروزي ولون ازرق. هذه الاربع الوان راح استخدمها. اول شي راح ارطب الورقة لون حطيته بالوسط. بعدين راح احط اللون المقارب له اللي هو الفيروزي راح احطه هنا. اخيرا راح اخذ اللون الاسود احطه باخر جانب. احط لون نيلي غامق من لونه. اخر شي راح احط لون ابيض
بالوسط. وراح انتظره الى ان ينشف. اوكي، بينما هذا ينشف هذا راح اسوي له اضافات بسيطة. قررت أعدل على هذه شوية لأنه شوية ما عجبتني، أحطها من أسود بالأطراف. أوكي، آخر شي راح نسويه هو النجوم. فهنا أنا حطيت شوية مي، هذا المي من الكاسة أخفته، بس عجزت أروح أجيب واحد نظيف فحطيت المي نفسه اللي رسمت به. أوكي، راح أحط لون أكريليك فوقه، مو شرط لازم تكون فرشة أسنان، أنا أستخدم هاي الفرشة بس بس لازم تكون فرشة قوية إنه ترجع لمكانها. أوكي، راح أدمج هذا اللون الأبيض ويا المي حتى يكون شوية خفيف ويذبها والنجوم تنذب. أوكي، راح أستخدم فرشة حتى بس أطبطب عليها وأحط نجوم. اوكي، خلصت نجوم. هسه راح ابدي اشيل الواشي تيب للجوانب. هذا اكو قبل. بدي تشوفون الواشي تيب شلون طلع رأسا حلو بدون ما يشك الورقة، لأن هو تيب ناعم، فأحسن خيار لكم حتى تستخدمون تيب للورقة هو الواشي تيب. أوكي، وهذا عندنا الشكل النهائي، اختاروا أنتوا أي شكل عجبكم وطبقوا الأسهل بالنسبة لكم.
إذا عجبكم الفيديو لا تنسون تحطون لايك، واللي بعدها منشترك بالقناة يشترك بالضغط على الزر الأحمر تحت هذا الفيديو، فعلوا زر التنبيهات حتى يوصلكم كل شيء جديد، واللي عنده فكرة حلوة للحلقة الجاية من سلسلة الرسم مع المتابعين يكتبها جوا بالتعليقات حتى نسوي حلقة من أفكاركم، يعني شيء حابين أنتوا تتعلموه أني شايفيه بقناتي أرسمه وأنتوا حابين تتعلموه اكتبوا جوا بالتعليقات حتى نسوي عنه الحلقة الجاية من هاي السلسلة. ولا تنسون تتابعون حساباتي على السوشيال ميديا موجودة على الشاشة وجوا بصندوق الوصف راح أحط لكم الروابط مالتها. واللي حاب يشارك بالتحدي للمرة الثانية راح أقولها هي اللي عليه يتابع حسابي على الإنستغرام ينشر التطبيق مالته ويسوي لي منشن، ويا ريت يكون حسابكم مو برايفت حتى أقدر أشوف الرسمة لأن ما تبين عندي إذا كان حسابكم برايفت. وبس أحبكم كلش كلش هواية وأشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.